السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع قوي جدا، بيقدر يعمل لك ديزاين حلو قوي بالذكاء الاصطناعي، وبيسيبه لك اس في جي، تقدر تكمل شغل على الاستريتور، وبيعمل لك 3 دي جرافيكس، وتقدر تعمل اعلانات قوية جدا للمنتج بتاعك. حاجة خرافية يعني، مش هتلاقي موقع زيه. تمام، خلينا نقول له لوج ان، وبعد كده هنتكلم في نقطة متعلقة بحقوق الملكية. فكروني بس كده. فخلينا نقول له راستر ايمج. تمام، وشوف انت عايز تعمل صور ايه. تمام، يقول لي ممكن تستخدم اي صورة. طيب تمام، فممكن نقول له مثلا، خلينا ناخد نفس الكلمة اللي هو قالها، نقدر نعمل التصميم بالشكل دوت، وسهل ان انت تحركه وتعمل تصميم زي ما انت عايز. تمام، تمام، وتقدر تحط صور كتيرة، تقدر تعمل اي صورة انت عايزها. طيب ممكن نقول له احنا عايزين فيكتور ايمج، يعني تقدر تعمل الصور كلها فيكتور، وتقدر تعملها ايمج زي ما انت عايز. ماشي، ده هنا ممكن تقول له ريكرافت، انا عايز صورة تانية. تمام، جاب لك بقى مثلا الصورة دي، فتقدر ان انت ايه تختار اي واحدة فيهم اللي انت عايزها. تمام، تقدر تكبرها زي ما انت عايز بالشكل دوت، بحيث ان انت بتعمل كذا تصميم ليك هنا. تمام، فيكتور ايمج. ممكن مثلا خلينا نختار مثلا كور. الجميل لو انت عملت كور هتطلع حاجة مختلفة عن اللي هتطلع لي. خلي بقى مودرن كار زي ما انت عايز. الفيكتور نفسه تقدر تختار ان شكل الاشكال ده عايزه. تمام، عندك اشكال كتيرة اهي، العربية اهيت. تمام، ممكن تقول ايمج ست، وتقدر بقى تظبط كل صورة في مكان، يعني ممكن مثلا نسحب دي نحطها هنا مثلا، تقدر تحط مثلا صورة هنا وصورة تانية هنا. كل صورة من دول بقى نبدأ نعمل لها مثلا بيلدينج، اديله تفصيل. لو كل ما تديله تفاصيل كل ما يعمل لك حاجة مختلفة. تمام، يعني ممكن تقول له هنا اسلامك بيلدينج مثلا. تقدر تديله كذا أمر في نفس الوقت. تمام، الصورة دي تقدر تعمل لها كوبي، تقدر تتحكم فيها تحطها باك اور فرونت زي ما انت عايز. ممكن تعمل لها صورة تانية تحذف الخلفية، ممكن تصدرها كبي ان جي او جي بي جي او اس في جي او لوتي. لوتي ده انا ممكن اشتغل كده، اس في جي ده فيكتور تقدر تكمل الشغل عليه. فده من الحاجات المزايا القوية جدا، يعني قليل اول لما تلاقي برنامج بيسيف لك الصورة اس في جي. طبعا بيسيفها وتقدر تشتغل بيها عادي من غير اي مشاكل خالص. وعندنا هنا تولز قوية برضو، تقدر انت تاخد كات وكوبي، وتقدر تعمل سيلكت على جزء معين عشان تعدل فيه مثلا. اهو عايز الجزء ده مثلا ايه، نعمل مون مثلا. ودي المبنى الاسلامي اللي هو اختاره، عمله مسجد اهو، حط لنا القمر في الجزء دوت. وتقدر تيجي هنا وتعمل اكسكلود فروم ايمج مثلا لو انت عايز تغير حاجة. طيب تعالى بقى نبص هنا على الامكانيات اللي موجودة. ممكن تعمل امبورت الايمج، ممكن تطلع صورة وتروح محولها لفيكتور او كده. طيب خليها مكب اهو، عايز المكب ده نحط عليه ايه، نحط عليه مثلا كار. ماشي، نقول له ريكرافت، وهنا دي بقى تحكم في اللاير كولر، وتحكم في الباك جراوند وكل حاجة. طيب بيقول لي بقى انت عايز تحط ايه على العربية دي مثلا. ممكن نقول له مثلا حط لنا مثلا سان.
فهنا بيعمل لك حاجة معينة ويبدأ ان هو يحطها على العربية مثلا زي لوجو مثلا عندك، فتقدر تحطه على اي حاجة انت عايزها، تمام؟ حتى لو تيشيرت هدوم، هو يبدأ ياخد باله من الانبعاجات والحاجات دي كلها، فتقدر انت تتحكم في طبعا عندنا الشمسين اهمت، تقدر تتحكم مثلا تحطها مثلا هنا، تمام؟ يبدأ ان هو يحط لك الشكل اللي انت عايزه. تقدر بقى تتحكم في الديتيلز بتاعتها، في الحجم بتاعها زي ما انت عايز. طيب خلينا نرجع للصفحة الرئيسية، دي المشاريع، دي الكوميونتي، تمام؟ وهنا بشرح لك برضو ازاي تحذف الخلفية، بشرح لك كل الحاجة. طيب خلينا نطلع على أول صفحة عشان نشوف السعر. السعر لو ببلاش مجاني، حقوق الملكية لكل الصور اللي هتيجي تبع ريكرافت، لو انت دافع فلوس $20 يبقى كل الصور اللي هتطلع دي الملكية بتاعتك، $20 في الشهر، فده السعر. هنا عندك 10,000 صورة، لكن الصورة الملكية بتاعتها حقوق الملكية لريكرافت، يمكن هي دي النقطة الصدمة بالنسبة لي، تمام؟ جرب الموقع، هو ممتاز، بس هي فكرة الريكرافت، ممكن حد يكون عايز بيشتغل بالحاجات دي وهيدفع الفلوس فهيستفاد،